بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليك سيدي يا ابا عبد الله، وعلى الارواح التي حلت بفنائك. صلى الله عليك وعلى جدك وابيك، وعلى امك واخيك، وعلى التسعه المعصومين من بنيك. ليتنا كنا معك سيدي، وليتنا نسير على هديك، ونهتدي بوصاياك فنفوز فوزا عظيما مشاهدينا ومستمعينا الأحبة عبر شاشة قناة الإيمان الفضائية وأثير إذاعة البشائر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الحسين ومع كتاب الله تعالى لازلنا مع سيد الشهداء وهو في المدينة نستنطق آيات الله في سيرته وفي كلماته وفي حركته نستمع اليه وهو يوجه الامه نقرا معه ايات الله بعد ان وقف امام والي المدينه كما مر معنا في الحلقتين السابقتين وحتى عندما عاد وقابل مروان بن الحكم ودعاه على لسان ناصح الى بيعه يزيد فقال عليه السلام إن لله وإنا إليه راجعون وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد وأعاد الحسين عليه السلام تأكيد موقعه من رسول الله صلى الله عليه وآله عندما تلا أمام مروان بن الحكم وقد طلب منه أن يتنحى عنه وقال له إنك رجس قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أجدد الترحيب طبعا بضيفي الدائم لهذا البرنامج الباحث والأستاذ في الحوزة العلمية سماحة الشيخ جهاد فرحات أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ سماحة الشيخ لا نزال في المدينة وفي هذه الحلقة لا بد أن نضيء على العنوان الأبرز لثورة الحسين عليه السلام، وإذا صح التعبير هو العنوان العريض في الذي ورد في وصيته عليه السلام لأخيه محمد ابن الحنفية، والذي من جملة ما قال في تلك الوصية المطولة قليلا يمكن والتي سوف نأتي على مقاطعها: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، مفهومان قرانيان عريضان فيهما استقامه الامه، استقامه المجتمع وسلامه الحياه. لماذا اختار الحسين هذان العنوان؟ العنوانان بالاحرى. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين والسلام عليك يا اخي العزيز وعلى المشاهدين والمستمعين السلام. جميعا ان شاء الله وعظم الله اجورنا واجوركم بمصابنا بسيدنا وولانا الامام ابي عبد الله الحسين عليه السلام كما تفضلتم تسلسل الاحداث ياخذنا الى ان الامام سلام الله عليه عندما يعني رفض البيعه طبعا بنو اميه الحوا عليه باخذ البيعه وكان عندهم اوامر صارمه باخذ البيعه فالامام سلام الله عليه قرر الخروج ياتي معنا ان شاء الله لاحقا طبيعه هذا الخروج والحديث عنه نعم جاءه اخوه محمد بن الحنفيه و طلب من الامام عليه السلام بأنه انه يريد ان يمحضه النصيحه، وانه لا تخرج، فالامام عليه السلام يقول اني قد عزمت على الخروج الى مكه وقد تهيات لذلك، ثم الامام عليه السلام رخص له في البقاء وقال اما انت يا اخي فلا عليك ان تقيم بالمدينه فتكون لي عينا عليهم ولا تخفي علي شيئا من أمورهم ثم قال ائتني بدوات وبياض وكتب التالي وصية الحسين لأخيه محمد بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب لأخيه محمد بن الحنفية المعروف ولد علي بن أبي طالب نعم إن الحسين بن علي يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملفت إعلان الإسلام في أول هذه الوصية طبعا دائما المؤمن المسلم يعلن الشهادتين في كل آن في كل صلاة في كل لحظة لكن الإمام سلام الله عليه عندما يريد أن يدخل في وجه هذه السلطة الغاشمة وفي بيئة قد سيطر عليها الشعارات اللي تبثها السلطة يعني مثلا في والتي تزور فيها الحقائق يعني مثلا الإمام صادق أظن عليه السلام أنه بنو أمية علموا الناس الإيمان أو معالم الإيمان ولم يعرفوهم معالم الشرك حتى إذا حملوهم عليه لم يعرفوه. أه. كان في جهد عند السلطة. طبعاً نحن نؤمن والشواهد كلها موجودة على أنهم هؤلاء لم يؤمنوا بالله طرفة عين. أه. وهم طلقاء وأبناء الطلقاء. وكانت المسألة أسلموا هي أمو... هي مئة, بالمئة. مئة هي بالمئة. أسلموا تحت السيف. تحت السيف. وبالتالي اغتنموا الفرصة للوصول إلى السلطة تحت شعار أنهم خلفاء رسول الله ولكنهم يعملون بعكس سيرة رسول الله وإلا مم. كيف أنهم يعني في العام 61 الهجرة نحن نتحدث عن عاشوراء في, عا في يعني في اول العام 61 للهجره مم. يعني بعد خمسين سنه من وفاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقتل ابن بنت النبي على يد من؟ ابناء الطلقاء. وابن بنت النبي الذي يجمع المسلمون جميعا على مكانته أبناء. وعلى تعظيم وتكريم رسول الله له له ولأخيه. فإذا كان يعني هناك ضغط اعلامي وتحريف للحقائق وللشعارات، وبالتالي الإمام الحسين سلام الله عليه من مسؤوليته أيضا أن يعمل بكل الوسائل المتاحة لأجل بيان أن هذه الحركة هي حركة اسلامية بامتياز، هي حركة قرآنية بامتياز، هي حركة متصلة بحركة الأنبياء، بحركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه في هذه الوصية يعلن وهي وصية مهمة جدا، نعم. يعلن أهداف التحرك. فبداية يريد أن يثبت أنه أنا أشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له, له هو التوحيد والمنطلق مم. وان محمدا عبده ورسوله فانا لست خارجيا مباشره يتهم نعم. الحسين سلام الله عليه بانه خرج عن دين جده نعم. انا لست خارجيا جاء بالحق من عنده مين اللي جاء بالحق من عنده أندي. رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. هنا يبدا الامام بالاشاره الى الايات القرانيه في سوره الصافات الايه 37 مم. الله سبحانه وتعالى يرد على المشركين عندما كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بل جاء بالحق وصدق المرسلين فالإمام يأخذ هذا المضمون جاء بالحق من عنده وأن الجنة حق والنار حق ثم يقرأ آية كاملة وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور هي أي آية رقم سبعة من سورة الحج مم. نحن قلنا أن الإمام عجن القرآن في حقيقته بحيث مم. منطق الإمام هو آيات قرآنية وأن الإمام هو القرآن الناطق طيب. وأن الله يبعث من في القبور إلى أن نصل إلى النقطة واني لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، اربع عناوين ينفيها الامام. نعم، استفاده مولانا قبل الدخول الى هذا العنوان الاساس هناك مساله لفتتني ايضا هي كتابه الوصيه. اصل ان يكتب الحسين الوصيه هي ايضا يعني تاكيد على مبدا قراني الله تعالى قد قد طلبه. وقد امر به في القران في القران الكريم فقط احببت ان نشير الى هذه النقطه حتى يعني يستفاد منها ان على الانسان المسلم ان لا يقصر بهذا الجانب فالحسين في هذه اللحظه التاريخيه ايضا كتب وصيه وبداها بهذه طبعا وصايا العظماء لا تكون والله العقار الفلاني صح لفلان والبيت لفلان هي وصايا ما ما يهمهم نعم طبعا الامام سلام الله عليه التفاته جميله انه ما ليست هذه هي فقط هناك رساله ارسلها من مكه الى اخيه محمد بن الحنفيه نعم ومن بقي من بني هاشم وهناك رساله يقال ارسلها من الطريق او من كربلاء من التحق بنا استشهد ومن تخلف لم يدرك الفتح جيد حلو وهناك رسالة بعدها مختصرة جدا أن نأتي إن شاء الله إليها في وقتها أن الدنيا ألا الدنيا ألا أن الدنيا قد قد تهيأت قد تهي قد تهي قد و... لا آه جملة هي جملة, واحدة مهمة جملة جداً واحدة. مختصرة يقال م. أنها هي تفتح فتحا كثيرا حلو الآخرة لم تزل والدنيا كذا آه هنا نصل إلى العنوان الأبرز أربعة أمور م. يريد الإمام سلام الله عليه أن يتبرأ منها وأن يعلن للتاريخ اني انا في هذه الامور الاربعه في هذه الامور الاربعه انا بعيد عنها كل البعد، مم. اني لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، على المناسبه انه انا دائما نسمعها هذه على لسان الخطباء نعم. والعلماء ونقراها على اليافطات وكنا ننتظر من احد مم. ان يفسرها لنا، مم. شو يعني لم اخرج أشيرا ولا بطرا؟ حافظينها كلنا لكن ما هو معناها؟ مولانا خلينا ناكد على اربع مفاهيم: اشر، بطر، ظالم، مفسد، مفسد، ظالم، ليك يبتعد عنهم الامام نعم ليك قديش هول يعني مفاهيم مهمة ومثل ما تفضلت يعني نحن قلما نسمع حدا يفسر على الاقل الاشر والبطر نعم سنسعى إن شاء الله تعالى نعم. إلى بيان هاي المعاني م. وبيان العمق الذي يريده الإمام من التبرؤ من هذه المعاني حلو أما معنى الأشر فهو معنى قرآني ورد في قصة ثمود مع صالح م. عليه السلام يقول القرآن الكريم في سورة الأنفال كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشراً واحداً أبشراً منا واحداً نتبعه إنا إذاً لفي ضلال وسعر أُلقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر, أشر. إذن الإمام عندما يتبرأ من مفهوم الأشر مم. من معنى الأشر يعطيه هذا العمق القرآني هو يربط أولا نفسه وحركته بحركة نبي عظيم هو النبي صالح نعم. ثانيا يريد أن يتبرأ من هذه التهمة التي اتهموا بها من صالح. صالح هنا نأتي إلى الآيات الكريمة بقصة النبي صالح لنفهم مضمونها ونفهم حينئذ براءة الامام منها وبمعنى اخر مولانا من يقف في الجهة المقابلة يمثلون ثمود والموقف او موقع ثمود هي نعم. حركة اصلاح نعم. وحركة افساد نعم حركة باطل وحركة حق نعم. صالح يمثل الحق والاصلاح وثمود تمثل الباطل والإفساد الحلو. الإمام الحسين سلام الله عليه يقول أنا لست في هذا المعسكر أنا في هذا المعسكر نعم طيب ما معنى الـ الأشر في هذا المجال طيب الأشر يقولون هو شديد البطر المتكبر مم. اسم فاعل هو شديد البطر نعم. المتكبر بما لديه من وسائل من قوة وبالتالي حركة صالح عليه السلام يريد أن يتقدم ليكون مصلحا مباشرة ماذا يتهم المصلح أنه أنت تريد أن تتزعم علينا أنت تريد أن تصل إلى الرئاسة أنت تريد أن تتسلط علينا حتى هذه الدعوة اللي اتهموا فيها دائما المصلحين مثلا في زمن موسى نعم. لك ملك الكبرياء في الأرض أنه أنتم لا تهدفون إلى الإصلاح أنتوا وصولكم للرئاسه هدفه تريدون السلطه الكبرياء م. طيب مثلا الفخر الرازي يذكر في تفسير الآية وجدت المعنى قريب جدا يربطنا بحركة الإمام الحسين صلى الله عليه يقول قولهم أشر يعني ثمود إشارة إلى أنه كذب م. كذاب أشر وما قالوا فقط كذاب قالوا كذاب وقالوا أشر, أشر. كذب لا لضرورة وحاجة إلى خلاص كما يكذب الضعيف وانما هو استغنى نعم. وبطر وطلب الرئاسه عليكم واراد اتباعكم له وزاد في البطر نعم نعم طيب مفسر اخر يقول فاذا هو متجبر عن صالح يريد م. ان تكون له السيطره والسلطان ويريد ان يكون الرئيس المطاع طيب هذا منطق ثمود هذا منطق ثمود نعم ايضا مفسر اخر يذهب بنا الى معنى يعني يوضح الفكره اكثر في مساله اتهام ثمود لصالح بانه اشر بانه انطلق من انه واحد منهم الايه الشريفه ماذا تقول؟ تقول قالوا ابشرا منا واحدا نتبعه؟ انه انت يا ايها الحسين مثل ما يتهمون صالح انت واحد منا لماذا تريد ان تصبح؟ ما هي ميزتك علينا؟ انت تريد ان تدعو الى نفسك نحن بايعنا يزيد وانتهينا فانطلق من انه واحد منهم لذا فهو كذاب وهذا يعني ان المساله بينهما شخصيه وليست مبدئيه وهذه التي عمل دائما عليها بنو اميه والمؤرخون الذين جاءوا لجعلوها معركه ما بين بني هاشم وبني اميه وبين, أمية. وبين الحسين وبين يزيد احسن نعم. بين... مثل ما كانت بين علي ومعاويه مثل ما كانت بين محمد وابي سفيان النبي صلى الله عليه واله وسلم. فاذا هي امتداد لمساله شخصيه. صح. لمساله شخصيه. الامام سلام الله عليه يقول لا انا لم اخرج اشر. انا بريء من كل هذه التهمه. انا خرجت كمصلح دوري كدور صالح. تمام. هي اذا اني لم اخرج اشرا ولا باطرا. يعني انا لست كاذبا، لست صاحب هدف السيطرة والسلطة. للسيطرة والسلطة، للسيطرة والسلطة، صاحب مصاحب مشروع صاحب مبدأ ومشروع، اني لست متكبرا في الارض، مم. لست اسعى للسيطرة، لست اسعى لاهداف شخصية، انا صاحب مم. رسالة، فأنا مصلح، هذا بيكون اني لم اخرج أشيرة ممتاز. ولا بطران بياخذنا الى عنوان اخر قرآني. مم. البطر هنا يربطنا الإمام سلام الله عليه بحركة جده رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأن البطر هناك الذين خرجوا بطرا هم مشركو مكة في معركة بدر نعم الآية الشريفة تقول في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط فاذا الامام صلى الله عليه بهاتين الكلمتين ربطنا بحركه المصلح التاريخي صالح عليه السلام في معركه ثمود وربطنا بالامام الحز... بالنبي صلى الله عليه واله وسلم في معركه بدر التي لا تزال معروفه مم. ومعاشه، لا يزال هناك المهاجرون وابنائهم، الانصار وابنائهم موجودين. والتي والتي كانت محطه مفصليه في تاريخ الرساله. نعم نعم. ولكن الملفت في هذا الربط اكثر انه المفسرون ماذا قالوا عن هاتين الايتين؟ مم. اللي الامام بكلمه بطر ربطنا بهذه المعركه قالوا إنه هاتان الايتان تشتمل على سته امور هي القواعد الاخلاقيه لمعركه اي معركه تبين اهداف المعركه واخلاقيات المعركه فالقران ماذا يقول يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا اول مم. شيء الخطاب يا ايها الذين امنوا والمؤمن خصص. عندما يخرج لابد ان ي... اولا يحقق شرعيه المعركه. حلو انا لا اسير مع اي كان طبعا انا مقتضيات ايماني وهذا خطابه يا ايها الذين امنوا، مقتضيات ايماني ان اكون قد ابرات الذمه في عنوان المعركه التي اريد ان ابذل دمي واريق دماء الاخرين في سنة. بحيث يكون هناك غطاء شرعي اذا عندما تحقق شرعيه المعركه يجيك الخطاب الالهي فاثبتوا اولا هذا الثبات هذا العنوان الأول ثانيا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون حلو. لابد من ذكر الله في المعركة ثلاثة أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وت... وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين بعد الطاعة وعدم التنازع والصبر مئة بالمئة الآن ولا تكونوا كالذين خرجوا يعني هدفكم شو بده يكون م. ماذا حصل في معركة بدر في معركة بدر خرج أبو جهل وأخرجوا معهم المعازف طبعا خرجوا معهم الخمور خرجوا على هيئة احتفال مئة بالمئة جاءهم دعم أرسل لهم أحد م. حلفائهم تعرف قريش هذه ولها حلفاء أنه إن شئت نرسل لك مدد أو إن شئت نخرج جميعا معه قال لا نح لا حاجة لنا بذلك لأنه إن كان محمد يدعي أنه نحن سنقاتل الله فلا طاقة لنا جميعا بالله وان كان محمد كاذب وانه نقاتله هو فنحن فينا قوه كافيه الله نحن الله سنذهب الله. الى بدر ونشرب الخمور ونعزف القيان حتى تتحول هذه الى واقعه تتكلم بها العرب في تاريخها وهنا تاتي اهميه كلمه النبي اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد أحسن في مقابل ف... هذه الكلمة مئة بالمئة فهي المعركة الأولى التي قلبت الموازين فإذا خرج أهل مكة خرجوا بطرا ورئاء الناس مم. يريدون أن يروا الناس قوتهم وقدرتهم هنا السيد رحمة الله عليه السيد فضل الله يقول مم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا فيما يمثله البطر من الطغيان في النعمة مم. لانه البطر هو الطغيان في النعمه، واساءة الاستفاده منها، وعدم شكرها، لانه النعمه ينبغي ان تستخدم مم. في الطاعه، انتم شو عم تستخدموها في المعصيه. وزهو الانحراف بها عن وجهها الصحيح الذي يرضي الله بعيدا عن خط التوازن. يقول سلام رحمه الله عليه، واعلى الله مقامه، وهذا هو الفرق بين الذين يحاربون من اجل رساله الهيه. مم. وبين الذين يحاربون من اجل عقده ذاتيه نعم. انه الفرق بين المسلمين الذين حاربوا مع رسول الله والمشركين الذين حاربوا مع ابي جهل هؤلاء كانت اهدافهم صالحه مقدسه واولئك كانت اهدافهم واساليبهم بعيده كل البعد عن القداسه عن المشروعيه وحتى اساليبهم ماذا فعلوا نعم. ردوا صدر الحسين سلام الله عليه مم. قطعوا الرؤوس أخذوا النساء سبايا لم يبقوا لم يبقوا, لم يبقوا لا من ع... من مفاهيم الإسلام ولا من عادات العرب شيء صحيح يعني حتى أنه في معركة كربلاء يعني بعض أصحاب الشمر جاء خاطبه وقال له مروعا للنساء صرت يعني أنه أنت حتى في بعض القيم العربية انت تجاوزتها وكما قال له الامام الحسين سلام الله عليه ان لم يكن لكم دين وكنتم كنتم لا تخافون المعاد فارجعوا الى احسابكم ان كنتم عروبا كما تدعون. يعني لانه حتى العروبه او العشائريه لها قيم كان عندها قيم وعادات فاذا فاذا في ربطنا بمعركه بدر ومفاهيم معركه م. بدر انه هؤلاء في كربلاء لم يراعوا لا الاهداف ومشروعيتها ولا الاساليب بل تجاوزوها كلها فاذا الامام يشير الى الهدف من حركته وانه بالتاكيد ليس مثل هدف معسكر الاعداء نعم انه هدف يمتد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نعم هدف الاصلاح هدف الـ 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 يعني محاربه الفساد وهدف احقاق الحق في مرحله حاسمه تختلف كثيرا عن مرحله طبعا الامام الحسن ولذلك يعني كان لابد من هذا الربط بين حركه الحسين وحركه النبي ومعركه بدر تحديدا لان في معركه بدر ثبت المسلمون قوتهم وصار في الجزيره العربيه هناك قوتان صار هناك المسلمون وصار هناك قريش بعد الفاصل سمحت الشيخ سوف نكمل مع المفهومين الاخيرين الظلم والفساد بالتصفيق. او الفساد والظلم ولكن بعد الفاصل مشاهدينا ومستمعينا فاصل قصير ونعود اليكم فلا تذهبوا بعيدا اهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا ارحب بكم من جديد في القسم الثاني من حلقه اليوم من برنامج على خطى الحسين طبعا قبل الفاصل تعرفنا مع سماحه الشيخ جهاد فرحات على المفهومين الاولين اللذين نطق بهما الحسين عليه السلام كعنوان لثورته فهمنا ما معنى الاشر وما معنى البطر وكيف استطاع الحسين عليه السلام من خلال هذين المفهومين ان يربطنا بالحركات الاصلاحيه للانبياء عبر التاريخ بالنبي صالح عليه السلام في معركته مع ثمود وبرسول الله صلى الله عليه واله في معركته مع قريش في معركه بدر. سوف نكمل في القسم الثاني هذه الوصيه الخالده وهذه وهذا الشعار الكبير والعميق لثورة الحسين عليه السلام، أيضا أجدد بك الترحيب بك سماحة الشيخ، نكمل مع الحسين في وصيته لمحمد بن الحنفية إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. أيضا الإفساد والظلم هون إذا كان الأشر والبطر أعطى هذا العمق، فكيف بالإفساد أو الفساد والظلم؟ والقرآن الكريم مليء بالأحاديث، بالآيات عن الفساد والظلم. طبعا. مثل ما تفضلتم العنوان الثالث اللي الامام يريد ان يتبرأ منه انه انا لم اخرج مفسدا. مم. حتى يبقى لدينا وقت لبقيه الفقرات المهمه. نعم. كما تفضلتم القران مليء بالتبرؤ من الفساد، والله لا يحب الفساد. طبعا. عندنا ايه شريفه آه مثلا خطابا لقارون. القصص مم. أي 77 عندما خرج على قومه في زينته وكذا يقولون ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين، مم. يكفينا هاي الاشاره لنقول انه الامام سلام الله عليه عندما قال انا ما خرجت مفسدا هو ربطنا بهذا المفهوم القراني مم. الاصيل الذي الله سبحانه وتعالى لا يحب المفسدين وعلى يعني في عده ايات من هذا المجال اما الايه يعني الفقرة الرابعة ولا ظالما ولا ظالما مسألة الظلم أيضا في القرآن الكريم لها هذا العمق الله لا يحب الظالمين نعم ونهى عن الظلم والله عز وجل أمر أيضا بمواجهة الظالمين ومجابهة الظالمين يعني لا يكفي أنت أن تبتعد عن الظلم بل عليك مسؤولية يا أيها المسلم أن تقف ضد الظالمين <applause> الله سبحانه وتعالى مثلا في آل عمران الآية 140 في أجواء معركة أحد يقول عز وجل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين مثلا هذه أي من الآيات نعم طيب بعد منها الإمام سلام الله عليه يفتح أنه أنا تبرأت من هذه الأمور أنا ما هو برنامجي أنا ما هو مشروعي عنوان حركتي ما هو يقول سلام الله عليه وإنما خرجت لطلب النجاح والصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله اللهم صل على طبعا هون في اللي نحن حافظين أنه إنما خرجت لطلب الإصلاح نعم بالتتبع المصادر ما وجدنا طبعا هذه الوصية إلا عند الفتوح كأقدم مصدر وجاءت بهذا النص. بهذا النص لطلب النجاح والصلاح مم. في أمة جدي هذا كتصحيح للمتداول الصلاح طبعا يعني يريد ان يكون مصلحا. مم. الانبياء جميعا حركتهم حركه اصلاحيه. صحيح. يعني مثلا شوف مثلا على لسان شعيب قال يا قومي ارايتم ان كنت على بينه من ربي مم. ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان مم. اريد الا الاصلاح ما استطعت. مم. وما ان اريد الا الاصلاح ما استطاع نعم. وما تَوْفِيقِ الا بالله عليه توكلت واليه انيب شعيب عليه السلام انه عندما اعلن بيناته وقدم مم. وابلغ رسالته انه مساله الميزان ولا تكون من المطففين والنسائل قال لهم ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه انا هدفي الاصلاح انا لست قد جئت لأتأمر عليكم وأي شيء آخر أنا أبذل جهدي النتائج مش عندي النتائج بيد الله وما توفيقي إلا, إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب موسى عليه السلام عندما ترك هارون أخاه وذهب لميقات الله عز وجل نعم. وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين شوف المقارنة هون جاءت في نفس هذه هي المقارنة هي. مهمة جدا انه اصلح ولا تتبع سبيل المفسدين مم. ولذلك الإمام سلام الله عليه قال ولا مفسدا بل بالمقابل شو خرجت لطلب الإصلاح مم. الإصلاح والصلاح فإذا مسألة طلب الإصلاح هي أيضا عنوان قرآني عميق الإمام ركزه في مقابل التبرؤ من الفساد يعني لا يمكن لمن يسير في مشروع اصلاحي ان يهادن الفاسد، ان يبايع الفاسد، ان يعطي شرعيه للفاسد، لانه يضرب اساس مشروعه. 100% 100% نحن نتحدث هنا عما قام به الامام سلام الله عليه من ربط لحركته بكل مفاصلها بحركه الانبياء والعناوين القرانيه وهذا واضح. الى ان يصل سلام الله عليه ويقول: أنه أريد أن آمر بالمعروف وأنهى أنها عن, المنكر. عن المنكر وأسير بسيرة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسيرة أبي علي بن أبي طالب أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر هنا ينفتح العنوان القرآني على أوسع ما يكون لأن ميزة المسلمين أولا كنتم خير أمة أخرجت للناس بشرط الآية الشريفة بسورة يعني آل عمران الآية 110 يعني كنتم خير أمة أنتم تكونون خير أمة عندما تأمرون بالمعروف كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يعني حصولكم على هذا الـ على هذا اللقب العنوان ميزتكم ميزتكم بأن خير أن تكونوا خير أمة بأن تأمرون بالمعروف وتنهون, وتنهون عن المنكر بعد في الآية 104 من سورة آه آل عمران أمر الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، صح أنتم صفة الأمة كلها بأنها تتحمل مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن وظيفة فئة خاصة تتحمل هاي المسؤولية مباشرة يعني يفرغون أنفسهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطبعا حتى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لابد ان تكون عارفا بالمعروف وعارفا بالمنكر وهي نعم. وظيفه من تكون ولا ان تكون فاعلا للمعروف تاركا اي وظيفه من تكون بالدرجه الاولى ومن اولى من الذين رسول يبلغون الله يبلغون رسالات الله ويخشون إلا الله اللي هي في زماننا وظيفه نعم. العلماء نعم. بشكل نعم. مباشر بشكل مباشر انه اللي هن خرجوا وذهبوا ونفروا اللي في سبيل طلب العلم ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم هن مسؤولتهم بشكل مباشر وفي مر وفي زمن الحسين من اولى من الحسين عليه صفات السلام صفات كي يقوم أهل صفات اهل الكتاب الصالحين في سوره ال عمران ايضا يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذه في صفات اهل الكتاب في سوره التوبه الايه 71 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض مسؤولين عن بعضهم البعض أول نموذج لهذه المسؤولية, المسؤولية, يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أنه أنا إذا شفت عند أخي المؤمن أي شيء لل يعني اتجاه نحو الفساد علي أن أنبه أن أمارس دور الأمر بالمعروف عن المنكر طبعا المجال الفقهي موجود الرسائل العملية كلها تضمنت كتاب الأمر والمعروف والنهي عن المنكر اللي أنا أظن أنه قلة اللي يمرون عليه ويقرؤونه اللي طبعا يقول العلماء أنه في ثلاث مراحل للأمر المعروف والنهي عن المنكر في مرحلة لا ينازعك فيها أحد اللي هي الإنكار بالقلب نعم. أن تبقى يا أيها المؤمن طاهر القلب بعيدا عن الاعتقاد بالمنكر أن تنكره بقلبك ان تنكره بقلبك وان تحب الخير والمعروف في قلبك وهذا غير معذور على تركه ابدا هذا لا يقدر هذا يدخل مم الى قلب الانسان نعم. المستوى الثاني نعم. المستوى الثاني هو باللسان مم. وطبعا هذا له اساليبه له ضوابطه في يعني في مستوى مم. يكون في مساله الحكمه والموعظه الحسنه هدف الاصلاح مثلا حتى الله سبحانه وتعالى عندما أمر موسى وهارون أنه اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى يعني مش بالضرورة أمر معروف أن نحمل بالكلام القاسي على المستوى الثالث اللي هو يقال مسؤولية الحاكم الشرعي هو مسؤول باليد بأنه بالسلطة وبالقوة هذا مش مسؤوليه يقولون اذا اذا توقف اذا الأمر توقف تغييره على عن يعني المنكر نعم. على ذلك نعم طيب والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة شوف الملفت انه جاءت مسؤوليتهم قبل اقامة الصلاة <applause> وقبل ايتاء الزكاة اللي هن دائما يعني في قرن ما بينهما في القران الكريم جاءت مسؤولية الامر بالمعروف عن المنكر قبلهما ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله مولانا أنا يعني اسمح لي يمكن انا بفهم من هذا التقديم للامر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الصلاه وعن ايتاء الزكاه لان بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر تستقيم المجتمعات ويسلم الانسان هاي ويأمن هاي ويأمن هاي الإنسان هاي على نفسه هاي مضمون رواية عن الإمام الباقر سلام نعم الله ويأمن الإنسان على نفسه وهذا هدف كبير وهدف نبيل فريض في رواية فريضة عظيمة بهما تقام الفرائض، أنت إذا ما في أمر تضيع الفرائض، شوف الإمام الباقر سلام الله عليه ماذا يقول؟ إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء شو جاي يعمل النبي؟ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ومنهاج الصلحاء فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب يعني حتى الطرقات تأمن صحيح وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر فإذا الحسين سلام الله عليه عندما خرج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يريد أن يحقق لنا كل هذه العناوين اللي ذكرها الإمام الباقر يريد أن تقام فرائض يريد أن تأمن المذاهب يريد أن تحل المكاسب يريد أن ترد المظالم يريد أن تعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر مولانا بتلاحظوا أنه حتى في أيامنا لا, لا لم نبتلى بمرحلة من المراحل بفساد ومشاكل وأعباء اجتماعية كبرى إلا عندما نتراخى بموضوع الأمر بالمعروف هذا والنهي عن المنكر هذا أخبرنا عنه أهل البيت سلام الله عليه مثلا الإمام علي عليه السلام في آخر وصية له نحن نعرف عادة أكثر ما يهم الإنسان يذكره في وصيته الأخيرة عندما ضرب على جبهته الشريفة نعم. ووجه الرسالة الخالدة إلى الحسن والحسين وجميع أهل بيتي وولدي ومن بلغه كتابي نحن ممن يبلغه الآن كتابه أوصيكم لا بت... أوصيكما بتقوى الله وكذا إلى أن يقول وص... ونظم أمركم وصلاح ذات داينكم. بينكم هذا عنوان كنا نتحدث عنه صح نه. لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا يحصل يا أمير المؤمنين؟ يقول نتيجة طبيعية م -م. عندما تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم بيجي صدام، بيجي الحجاج، بيجي يزيد بيجي كل هؤلاء ها بيجي, يتحكمون عليكم بيجي بوش وبيجي كلهم كلهم نحن عم نحكي بالدار كلهم يتحكمون فيولى عليكم شراركم حينئذ الخيار ماذا يكون بأيديهم أن يفعلوا؟ ثم يدعو خياركم يلجؤون إلى الله فلا يستجاب لهم لأنه الدعاء يستجاب بعد أن تتحرك باتجاه التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم لأنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صح 100% نعم. فاذا في مساله الامر بالنهي بالمعروف والنهي عن المنكر بعد في نقطه مهمه جدا في هذا المجال النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم خطب اصحابه في يوم من الايام وقال لهم كيف بكم اذا تركتم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر استغربوا قالوا او يكون ذلك يا رسول الله يعني معقول نحن كنتم خير امه اخرجت للناس نترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال واكثر من ذلك كيف بكم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف هنا يقال يعني اذا بدك تصور المشهد انه شرأبت الاعماق ويكون ذلك رسول معقول نحن جلستهم. نبتلى بهذا الموضوع مم. طبعا النبي كان يخبرهم ب يعني بعضهم يقول يقرا المستقبل لا هو ينطق عن الوحي هو وحي يوحى نعم. يقول له ماذا سيحصل بكم طب نتيجه طبيعيه انه انتم سوفات عندما تبتعدون عن خط الصلاح والإصلاح النبي وأهل بيته ماذا سوف يصيبكم كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف تبدلت مفاهيمكم في زمن الحسين سلام الله عليه كان قد وقع هذا الموضوع وصل إلى المرحلة كان بيعة يزيد نعم. صارت هي بيعة أمير المؤمنين والحسين يقدم كخارجي فلو لم يخرج شو كانت النتيجة على لسان رسول الله كانت سوف, تت يعني سوف تقع <applause> هذه الواقعة إلى يوم الدين ودائما سوف يكون هناك الحاكم الظالم يعتبر خليفة رسول الله بينما <applause> في خروج الحسين السلام الله عليه صحح هذا المفهوم فإذا ثورة الحسين هي ثورة وعي في بداية تصحيح <applause> للمفاهيم إرجاع للناس إلى الدين الحقيقي الأصيل خلينا نستفيد <applause> يعني احتاج الإسلام بعد خمسين سنة من وفاة النبي ورحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حركة كحركة الحسين تزيل عنه كل هذه الأغطية وكل هذه الغشاوات وترجع تقدمه ناصعا إلى إلى التاريخ جميل. ليبقى إلى زماننا حركة تربطنا بالله عز وجل مولانا بهذه الرواية أيضا سمحتك فتحت لي يعني أيضا نافذة مهمة جدا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله عندما استنكر أصحابه أن أن يروا المعروف منكرا والمنكر معروفا قالوا أو من قلة يا رسول الله؟ قال لا إنكم عند ذلك كثير ولكنكم غثاء غثاء كغثاء السيل. مولانا هذه في رواية ثانية اللي هي كيف يكون إذا تداعت عليكم الأمم؟ آه ولكن واضح أنه آه. متى تتداعى علينا الأمم؟ عندما عندما الأمر. يصل إلى قيادتنا نعم. شخص غير مؤهل نعم فالحسين عليه السلام يعني خرج ايضا حتى مع هذه القله لان هذه القله ليست غثاء كغثاء السيل وانما هي هذه القله حملت مشروعه واهدافه امنت امنت بمشروعه واهدافه هنا يبرز عندنا مساله اهميه انه حتى وان كانت فئه قليله نعود الى بدر ونعود الى رسول الله لا. صلى الله عليه حتى لو كانت فئه قليله المهم ان تؤمن بهذا المشروع وان يكون لديك القدرات الروحيه التي توصلك الى نهايات بالتالي إيجابية. مثل ما قرانا عن عن شعيب آه. انه انا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله النتائج عند مين نعم عند الله الامام الحسين سلام الله عليه قام بحركته وترك النتائج بيد الله آه نصل بالاخير الى انه أنا سوف أسير بسيرة جدي محمد صلى الله عليه وسلم، طب الكل يدعي أنه يعمل بسيرة رسول الله، الماء وين؟ أنه هو سيرة أبي علي بن أبي طالب. آه. سيرة أبي هون هون الفارق لأنه وقع وقع بدأ بدأ الانشقاق بدأ الانشق... آه. خلينا نقول الافتراق بدأ هو حصل الانشقاق آه. وبدأ صح. الافتراق حقيقة مم. أنه أنا بسيرة أبي، يعني مثلا يوم أريد في الشورى للستة في خطبة الشقشقية <applause> أمير المؤمنين سنة أنه لماذا عبد الرحمن بن عوف نقل المبايعة بدل أن يبايع عليه بايع عثمان <applause> أنه اشترط شرط أنه أبايعك على أن تعمل بكتاب الله وسيرة وسنة النبي وسيرة الشيخين وسيرة الشيخين, <applause> <وصنة> الشيخين <applause> الإمام سلام الله عليه نفس المبدأ <applause> أنه الإمام علي لا أنا لا وأعمل برأيي أنا بالتالي أنا ربيب رسول الله أنا تلميذ رسول الله أنا الأمين على هذه الرسالة الإمام الحسين يقول نفس الشيء أنا أريد أن أسير بسيرة جدي محمد صلى الله عليه واله وسيرة أبي علي بن أبي طالب فمن قبلني بقبول الحق هون أيضا مفهوم قرآني حلو فالله أولى بالحق أبعد المسألة الشخصية مولانا 100% مئة 100% بالمئة. مئة بالمئة. أنه أنا مصلح شوف مثلا هذه وين قبلني بقبول الحق بشعيب عندما خرج ايضا مم. يقول لهم في الآية 87 من سورة الأعراف: "وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به" مم. طبيعي عندما يأتي المصلح في ناس راح تأتي معه وناس سوف تكون ضده. الإمام الحسين نفس المبدأ يقول: "في ناس خرجت معي وستخرج معي وفي مم. ناس سوف تقاتلني وترفضني" فشعيب يقول: "وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا" فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين ماذا قال الامام فمن, فمن قبلني, قبلني بقبول الحق فالله اولى بالحق ومن رد علي اصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق ويحكم بيني وبينهم بالحق وهو خير الحاكمين نفس الايه جابها الامام مم. انه انا سبيلي وجوابي وحركتي هي قرانيه تماما حتى مم. في انتظار نتائجها مولانا من لاحظ الحسين ختم هذه هذا الشعار بكلمه رائعه جدا اختصر فيها كل ما تقدم من شرح وما قدمتموه من شرح حول الاشر وحول البطر او البطر حول الافساد حول الظلم حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لكي يختمها بهذه العباره فمن قبلني بقبول الحق. والله اولى بالحق. انا لست صاحب مشروع شخصي لا اريد الزعامه والتزعم صح. لا اريد ان اتسلط على الناس وانما انا مشروع اصلاحي من اجل سلامه حتى اساليب ستكون وحت أساليب, وحتى اساليب ستكون اساليب اسلاميه ومع انه يملك هذه الموقعيه وهذا القرب من رسول الله ولكنه كان يؤكد على هذا القرب على مستوى المشروع وعلى مستوى الاهداف وليس فقط على المستوى النسبي فلذلك تركها وصيه خالده مكتوبة كما تفضلتم تحوي كل هذه العناوين نعم. لأجل أن يبين هذه العناوين وتبقى حية مع الزمن نحن نقرأها الآن ويقرأها من كان قرأها من كان قبل قبلنا ويأتي من هو بعدنا ويقرأها وتكون عنوانا لحركته في الحياة طيب مولانا قبل يعني خلينا نختم هذه الحلقة بمسألة كمان لفت يعني سمعي وانتباهي كلمة مرت معكم انه انا كانسان مؤمن في هذه الحياه صاحب هدف وصاحب مشروع ما هي مسؤوليتي امام الظالم؟ وهذه نستفيدها من الحسين عليه السلام، هل فقط أن, ان ان ارفض هذا الظلم او ان اقف في وجه هذا الظلم عندما الله تعالى يقول: "ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار" هو يريد ان لا اخضع لهذا الظالم ولكنه في آيات أخرى كان يؤكد على مسألة المواجهة يمكن وإلا الحسين كان بيقدر يقول أنا ما بدي بايع ويمضي إلى سبيله إلى سبيل كما اقترحوا عليه نعم اذهب إلى اليمن فما هي طرح عليه ابن عباس وغير ابن عباس ما, هي مسؤولية المؤمن أمام الظالم أمير المؤمنين في الوصية الأخيرة اللي ذكرناها هم. ايضا اجاب على هذا السؤال نعم قال للحسنين سلام الله عليهما كونا للظالم خَصْمَةً وللمظلوم عونا آه. لا تستطيع في واتنيناتهم بدهم فعل لانه شوف شوف وين الفكره ان الظلم اليس منكرا اليس الظلم منكر انا شو مسؤوليتي الان مم. النهي عن المنكر مم. كيف انهض عن الظلم ان اقف مع المظلوم نعم الوقوف مع المظلوم ضد الظالم هو تطبيق عملي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر م. هذا عنوان قرآني حقيقي أصيل عريض كما تستخدمون هذه العبارة عريض أنا مسؤوليتي في الحياة أن أبتعد عن الظالم م. وأن أواجه الظالم لأنه أنا بمجرد ما في ما في كان السيد رحمه الله عليه يقول ما في خط رمادي اما ابيض واما اسود اما مع الحق واما مع الباطل اذا انت لم تنصر الحق فانت بالضروره قويت جبهه الباطل انت اذا ما وقفت ضد الظالم فانت قد اعنت على المظلوم مم. يعني هذه اضعفت موقعه مئة بالمئة مم. فانت دائما مسؤول يا ايها الانسان ان تقوي جبهه الحق ما في وقوف على التل الوقوف على التل ماخوذ من موقعه كربلاء يقال مم. ينقل يعني الطبري يعني عن ابي مخنف ان اشياخا من قريش وقفوا على التل وكانوا يدعون ويبكون ويقولون اللهم انصر ابن بنت نبيك انزلوا <applause> قاتلوا معه شو تقولون انه تدعون لله هذا امامكم امامكم يقاتل يبذل نفسه ودمه واهل بيته ونساءه واصحابه وخيره من في على الارض يومئذ في سبيل الله قلت ليش وقفتوا على فاذا كنتم تؤمنون بانه يمثل موقع الحق والحقيقه تدعون له بالناصر تدعون له فالنصر 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 الوقوف على التل اما ان تكون مع الحق واما ان تكون مع الباطل ما فيك تكون لست مع الحق ولست مع الباطل بمجرد أن تترك الحق أصبحت في جبهة الباطل كما كان يعبر السيد فضل الله رضوان الله عليه يقول مشكلتنا في هذا التاريخ هم الحياديون لقد قتلنا الحياد صح. الحياديون سمحت الشيخ لقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة طبعا سوف نكمل في الحلقة القادمة هذا التتبع لخطوات الحسين وأظن أننا سوف نبقى في في المدينه لان لان الحسين سوف يخرج يعني سوف نتحدث سوف في حركة, خروجه. في حركه خروجه ان شاء الله، شكرا جزيلا سماحه الشيخ على هذه الافاضه الطيبه، الشكر موصول آه. اليكم مشاهدينا ومستمعينا، نشكركم على حسن المتابعه، نلقاكم الاسبوع نلقاكم غدا باذن الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عظم الله اجورنا واجوركم. thank you